تفضلي. نعطيكم اليوم كيكه. نعم كيك بالتفاح. نحتاجو فيه بالتفاح. كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت صغير، ماشي هذاك ديال العنبه، داك ديال حياتي اللي كنا كنقول. اييه نعم. كاس زيت، كاس الحليب، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، كاس تاع السنيده، خماره واحده، خماره، وشويه الملحه، الملح، والدقيق حسب الخليط، وجوج بيضات صافي. الدقيق وزوج بيضات. كنطربوا البيض السنيده والزيت. نعم. والمقادير كامله كنطربوهم. نعم. وكنشدوا واحد الطاوه تكون دائريه ولا كاري. نعم. كندهنوها بالزبده مزيان. وهنا فين كاين السر ديال التفاح، ونرشوا السنيده، ما نديروش الدقيق. نعم. نرشوا السنيده. ندهنوا ونرشوا بالسنيده فعاود الزبده مزيان ونرشوا بالسنيده. نعم. نرشوا مزيان ونقطعوا، نشفروا تفاح، واحد التفاحه ولا جوج يكونوا كبار، نشفروهم مزيان ونفرشوهم هما الاولين. نعم يعني هما اللي نلبسوهم القالب ديال. نعم. فوق يعني دقلنا الزبده فوق منها السنيده، رشيناها مزيان على الجناب وعلى كل شيء. درنا التفاح فرشناه حتى هو في الوسط كامل. وفي الجناب هكا. انا على حساب الطاوله اللي كندير دايره. نعم. عاد نكبوا فوق منها هذيك العجينه ديالنا الكيكه. وندخلوها للفران. ندخلوها للفران. غير طيب منين نبغيو نخرجوها نقلبوها شويه، غير ما تنخليوهاش تتبرد باش هذاك السكر داكشي معاه غيولي كراميل. تماما ما نخليوهاش يبقى يبرد لانه غير السكر. ما نخليوهاش تبرد لا. نعم. نقلبوها. غيجي هذاك التفاح هكا الفوق فوق منه هذاك الكراميل ديال السنيده. نعم. زوينه كتجي رائعه. وانت ذاك التفاح كيكون كيدوب. ماشي بحال اللي كتجي شويه من الفوق كتنشف. نعم. كيكون بعض المرات كيديروا التفاح من الفوق كيجي شويه هكا صامت. نعم. كنحيو كثير ام جنات، تبارك الله عليك. شكرا لك على مشاركتك معنا. تحيه لك.